بالتأكيد اليوم البرلمان بأكثر مكوناته مع إقرار هذا القانون، قانون سانت ليغا، لأن هذا القانون يعطي حرية أكثر للناخب وينطي أكثر للمرشح. يعني راح يكون كل محافظة مستقلة بذاتها، يعني لا تكون هناك مراكز متعددة، هذا كلها تصب في بودقة واحدة. تم قراءة القانون بالقراءة الأولى والقراءة الثانية، والقانون سيمرر، لأن القانون يخدم أكثر الشرائح ويكون النائب له حرية ومساحة أكثر في هذا الموضوع، ويخدم مناطق كثيرة في المحافظة.